طيب بسم الله، احنا كده خلصنا الفيديوهات لحد السيميوليشن بروجرامز اخدناها والجي ان اس 3 تمام، خلصنا دي يعني احنا كده خلصنا اول اجنده لحد اخر حاجه اهو ختمنا بيها. طب خش بقى على الاجنده الثانيه ونبدا هنا بقى في الشغل بجد. يعني اللي فات ده كان مجرد تجهيز لللابات اللي هنشتغل عليها في العمل بتاعنا. طيب عايزين بقى نعرف ايه هي الاتاكس اللي ممكن تحصل على النتورك بتاعتي وازاي تامنها. انت في كورس سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج درست السويتش يعني ايه راوتر وازاي تبني الشبكه بتاعتك، لكن سهل جدا انا بعد ما تبني شبكتك بشويه تولز صغنططه كده اوقعها لك واضيع كل المجهود اللي انت ايه اللي انت عملته. فانت لازم تعرف الاتاكس المختلفه وازاي تتغلب عليها. انواع الاتاكس بقى، في عندنا اكسترنال اتاك، اتاكس بتيجي من بره، يعني مثلا لو انت عندك نتورك، دي النتورك بتاعتك اهي، سواء بقى السويتشات، لا ده اللي جوه هي الاخضر، سويتشاتك وراوتراتك اهو، وبعدين وصلت النتورك دي بالعالم الخارجي بقى بالانترنت. فانت كده عرضه ان حد من بره يحاول ان هو ياتاك النتورك بتاعتك، فدي بيسموها اكسترنال اتاك اتاكس، او حد من جوه الشركه هو اللي يحاول يعمل اتاك على النتورك بتاعتك، فدي كده بيقولوا عليها انترنال اتاكس. في بقى احصائيه بتقول ان الانترنال اتاكس دي بتبقى من 60 ل 80%، نسبتها من 60 ل 80%، مش خطورتها، نسبة يعني ايوه من 60 ل 80%، يعني الاتاكس اكتر في الانترنال، بيجي لك اتاكس اكتر من جوه من جوه الشركه مش من بره. من بره بتبقى من 20 ل 40%. احنا بقى المفترض في الكورس بتاعنا نعرف ايه هي الانترنال اتاكس وايه هي الاكسترنال اتاكس وازاي نحمي نفسنا منها سواء انترنال. فاحنا هنبدا بايه؟ هنبدا بالاهم اللي هي الانترنال اتاكس، دي ليها الطرق بتاعتها لتامينها، وبرده الاكسترنال ليها الاجهزه والطرق بتاعتها ليه لتامينها. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ ارجع تاني الاجنده. يبقى ده بالنسبه للانترنال والاكسترنال اتاك. لازم انت بقى شويه كده مصطلحات سكيورتي، لازم تعرف ايه هي الاتاكس اللي هتتم عليك، وتعرف حاجه اسمها ميتيجيشن تكنيكس. يعني ايه ميتيجيشن؟ الوسائل اللي انت هتعملها عشان تتغلب على هذه الاتاكس وتمنعها، فده معنى كلمه ايه؟ ميتيجيشن. ازاي هتتغلب؟ ايه الحاجه اللي هتعملها عشان تتغلب على المشكله دي او الاتاك ده؟ طيب مهمه جدا، هنعدي عليها كتير، فلازم تبقى خلاص عارفها وحافظها. في مصطلح تاني اسمه vulnerability. يعني ايه vulnerability؟ يعني ثغره. النتورك بتاعتك هيبقى فيها ثغره الهاكر يخش من خلالها، فبيقولوا عليها vulnerability. واحده واحده، هي صعبه شويه الكلمه دي. تمام. طيب لو انت بقى امنت شبكتك، شفت ايه هي الميتيجيشن تكنيكس المختلفه، مش هيبقى عندك ايه؟ vulnerability، صح كده؟ وبالتالي مش هتتعرض لايه؟ لفريت، مش هيبقى فيه تهديد، لان لو في تهديد سيادتك هتبقى في ريسك، في خطر، والخطر ده ممكن يعرضك للاكسبوجر، ان اكسبوجر ان انت تتفضح، معلوماتك تتسرق، شركه ثانيه تسرق بيانات من عندك وتستغلها ضدك ومنافسه ليك وهكذا. فاحنا مش عايزين يحصل لنا اكسبوجر، مش عايزين نبقى في خطر، مش عايزين نبقى في تهديد، فلازم نميتيجيت كل الثغرات، نحاول نشوف طرق عشان نعمل ميتيجيشن لكل الثغرات اللي ايه اللي عندنا. vulnerability. طيب بص بقى، الاتاكس اللي ممكن تحصل عليا برضو فيها انواع، يعني حتى لو اتكلمنا على الانترنال اتاكس في منها انواع. طيب في عندنا حاجه اسمها فيزيكال اتاكس. فيزيكال اتاكس يقصد بيها ايه هنا؟ مثلا واحد يسرق احد الاجهزه اللي جوه شركتك،
يفتح مثلا جهاز ويطلع منه الرامة مثلا ويسرقها ويمشي، تمام. تمام، يكسر جهاز، يقطع كابل، يسرق سويتش، كل دي حاجات ايه؟ حاجات فيزيكال. تأمنها ازاي دي بقى؟ تأمنها ان سيادتك تحط مثلا كاميرات مراقبة عشان تراقب، محدش يقدر، بوابات، والبوابات دي تبقى معمول لها شغل اوثنتيكيشن، محدش يقدر يفتح البوابة دي الا بقى اذا كان معاه مفتاح او حتى سمارت كارد يحطه، او حتى صحيح بالبصمة بتاعت الايد او زي ما بنشوف كده في الافلام الاجنبي، صحيح والحاجات دي مهمة جدا. مثلا سويتشاتك اللي جوه الشركة تبقى محطوطة في ركات، والركات مقفولة بحيث ان محدش يقدر اصلا يوصل للسويتش، لا يشيله ولا يحط فيه كيبل وهكذا. الداتا سنتر بتاعتك اللي هي فيها سويتشاتك وراوتراتك وسيرفراتك لازم تأمنها كويس بحيث ان محدش يقدر يوصل لها ولا يسرق منها حاجة. تعمل اسوار للشركة بتاعتك، توقف ناس امن يراقبوا وهكذا. كل دي حاجات ايه؟ تعتبر فيزيكال سيكيورتي، ملناش دعوة بيها، مش تخصصنا. هتعمل بقى نظام مراقبة للشركة، ملناش دعوة احنا بالقصة دي، مش تخصصنا. طيب، في مخاطر تانية ممكن تتعرض ليها زي ايه؟ environmental threats. زي ايه مثلا؟ مثلا تحصل حريق، ماس كهربي، ثريت اللي هي التهديد، تهديدات معينة، ممكن جتها بسبب البيئة، ماس كهربا مثلا، مثلا بتاع ده شتاء مثلا نزل على اسلاك، اي حاجه من دي، حريقه حصلت في مكان، فلازم يبقى عندك ايه؟ طفايات حريق مثلا، واخد بالك في كل حته، تامن مثلا درجه حراره المكان ارتفعت فاجهزه اتحرقت، فلازم توفر تهويه كويسه وهكذا. اعمل حساب الحاجات دي كلها، دي بيسموها environmental threats، لازم تأمن طبعا. ثريتس المخاطر اللي بتيجي نتيجة البيئة نفسها، تمام، التهديدات اللي بتحصل دي برضو احنا ملناش دعوة بيها، تمام. اللي يهمنا ايه بقى؟ الكامبوس نتورك اتاكس اور اللان اتاكس. النتورك اللي انت بنيتها، النتورك اللي انت بنيتها لو هي نتورك صغيره بيقولوا عليها لان، يعني زي مثلا مبنى باجهزته كلها متربطه ببعضها، فبيقولوا على ده ايه؟ لان. طب لو الدنيا كبرت شويه ومثلا شركه فيها 10 مباني، وال 10 مباني دول متربطين ببعض، ستيل انت هنا ما وصلتش للوان، وان يعني شركه بفروعها في محافظات مختلفه مثلا، صح كده؟ فانت هنا ايه؟ دي لان ضخمه شويه، بيقولوا عليها ايه؟ كامبوس. كلمه كامبوس يعني جامعه. جامعه. زي مثلا ايه؟ هنقول جامعه مثلا، جامعه اسكندريه فيها مثلا كليه تجاره وكليه اداب وكليه، وكل المباني دي ممكن تكون متربطه ببعضها. يعني تجمع الكليات. تجمع مباني. ايوه. مباني، مثلا بالظبط. كامبوس اريا نتورك، عشان ما تستغربش هيعدي علينا كتير المصطلح اللي هو سان ده. سان. لان او سان. تمام كده؟ احنا بقى المفترض نرجع للاجندة نشوف ايه الاتاكس اللي ممكن تحصل على الكامبوس اريا نتورك بتاعك او اللان بتاعك. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي، انت بتكتب ايه؟ ماشي. طيب، عشان تعرف تأمن الكامبوس بتاعتك لازم تدرس اهم جهاز يستخدم داخل الكامبوس، اهم جهاز لا غنى عنه لازم تستخدمه هو ايه؟ السويتش. لازم تدرس. هما الهاكر عملوا ايه بقى؟ درسوا السويتش ده وفهموه كويس وعرفوا بيشتغلوا ازاي، وشافوا بقى الثغرات اللي فيه، وبدأ يعني من خلال الثغرات دي يأتاك النتورك بتاعك. فعشان كده أول حاجة إن شاء الله هندرسها مع بعض، أفكرك بالسويتش ازاي بيشتغل، عشان أفكرك كده بشوية حاجات عشان بعدها نبدأ نشوف ايه أول أتاك. أول أتاك اسمه دي اتش سي ستارفيشن أتاك. فبس عايز ايه؟
اراجع على شويه الحاجات دول، وبعد كده نخش على اول اتاك ونشوف واحده واحده ازاي نتغلب على هذا الاتاك. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب انا هوقف الفيديو ده على كده مقدمه، ونبدا بالسويتش اوبريشن.